العواب ده كلها أكيد عند نمر. ليس عمي استناه. شو ورانا نستناه؟ مين وقت؟ ما بعرف. يمكن نور في قلاب الورد معناتها الواطي لا له ببيته ولا له بالمضافي. ونحن كمان نستنى. شو علي؟ شو واقف عم تساوي هون اخو شباب؟ ليك شباب انا كنت انت بدك تمشي. لا يا شباب امشي لك كل وقت يا شباب عمل حساب. ابو الورد شنو انت؟ الهندال اللي مثلك ما لازم تعيش. قصص سلاحها سمعونا. منو انت ولا؟ عبروا بالكم يا رجال، أنا ماني داسوس ولا عوايني مثل ما انكم مفكرين. ها صدقتك يعني. مين جاينا بالوقت؟ هاي أكيد دقت حدا من شباب الحارة، روح افتح صبحي ولا يهمك. إيه لك يا عمي أنا اسمي أبو فيصل وبشتغل مراقب بلدية، وأبو شوكة ابن لأبو عصام، أنا بعرفه كثير منيح وهو بيعرفني، وإذا مو مصدق روح ابعت ورا خليه يجي لهون. وش أشوفه الآن؟ فوت الإبر لجوا. شو لقطوك؟ يا حبيبي لك هدول الشوص طلعوا بيعرفوا بعض. شو في عقيد؟ فابونا شو صاير؟ هالعين كان بده يحكي لنا شو في؟ احكي له شو فولا احكي. شو عامل ابو قعو؟ ذبحوا له ابو الورد على باب بيته. العمى وليش لحتى يذبحوا؟ مبينه مثل عين الشمس. ذبحوا مشان ما نقدر نلقطه ونعرف اي شيء عنه، ما هيك ولا ابو قعو؟ اول شيء عمي انا اسمي ابو دياه. ابو دياه؟ وليش كنت عم تخاتل علينا كل هالمده وعامل حالك جد بقاوله؟ ليش؟ بس تعرف السيره بتعذرني ابو العز. اول شيء هذا ابو فيصل اللي كان مشينه الشباب بيكون ابن خالي. انا راح احكي لكم كل شيء عمي، بس انا ما بحكي الا بحضور عمي ابو حاتم والشيخ عبد العليم. صبحي امور عقيد معيتك، روح اصرخ له لعمي ابو حاتم من عند المختار، وديروا بالكم من الطريق في عوينيه مع باي الحاره. لعيونك عقيد. عبدو اللي عقيد ما تصغر، روح اصرخ لي لكل الاعضاوات خليهم يجوا لهون لشوف شو القصه. ابو محمود ابو محمود ايه عود لك عود. ايه عود. انت مين؟ انا مأمون بن كامل الضلع. كذاب، وانا خبرت هالحارة كلهم ما صدقوني، اعتبروني رجال خرفان. ما منيح اللي ما صدقوك واعتبروك هيك، بقول لك انت خربت بيتي. ايه مات لك هات اصبعتك خود. ابصمني هون. شو هاي؟ هاي عرض حال مشان الزعيم ابو صالح يطلعك من السجن. الله يلحقك فيه يا رب. وهاي بيتك صار الي. قربت لك. شو هيك قربت؟ مصاريفك ان شاء الله. نعم. السلام عليكم يا شهد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ شو في؟ ليش هيك مربطين له بقعود؟ منو هذا اللي معه؟ ابو دياب طلب حضوركم كلياتكم عمي مشان يحكي ويعترف بكل شيء. منو هذا ابو دياب؟ العائلتين. انت اسمك ابو دياب؟ اي نعم. ايوه. عامل ابو قعود وزبال بالحاره. فايد داسوس علينا لكان. مع مين عم تشتغل ولا؟ عم تشتغل مع مأمون ما؟ طول بالك علي يا عمي ابو حاتي. طول بالك علي وانا راح احكي لك على كل شيء. انا اسمي ابو دياب، هذا ابن خالي ابو فيصل، مراقب البلدية عن حق وحقي عمي. هو اللي ودى المكتوب تبع عمي ابو عصام اللي انا اعطيته اياه
لأخي أبو شوكات. وفيصال، هذا هو اللي أعطاك المكتوب؟ إيه نعم، هو بذاته يا أبو شوكات. أنت كنت محبوس مع أبي؟ أحكي، كمل، شو قصة المكتوب؟ كمل كمل كمل. كنا محبوسين بأرواد سوا، قضينا أيام وليالي طويلة مع بعض، تعذبنا سوا، تحسبنا كل شيء سوا، الأكل والشرب وكل شيء. هو كان بيعرف إني أنا كنت ناوي أهرب قبل ما يسرقلو على سجن تاني. إجا لعند مني وقال لي أمانة يا ابني، أمانة برقبتك تاخذ المكتوب وتوديه لأولادي بحارة الضبع. بعد كم يوم تسرق على سجن تاني بس ما بعرف لوين، وأنا حسنت أهرب أنا وكم زلمي. أخذت الأمانة بقصد المكتوب وجيت لهون على حارة الضبع مشان أعطي المكتوب لأخي عصام. فجأة يطلع بوشي مأمون، ساعتها تراجعت وبعتت بدالي من خالي أبو فيصل. وليش غيرت رأيك بتسليم المكتوب بنفسك لما شفت مأمون؟ لأني عرفته دغري، عرفته دغري وتذكرته تقطيع وشه ما بتروح من بالي لحتى موت. بعدين قلت لحالي شو عم يعمل ضابط بالجيش الفرنساوي هون بحارة الضبع؟ اسمه ملازم نمر، الملازم نمر، رئيس المحققين العسكريين بالأمن العام. ايه هو اللي كان يحقق معي، هو اللي عذبني، هو اللي حقق مع عمي أبو عصام، هو اللي كان عم يعذبه. لك عقيد ياما شباب بعمر الوردة، شباب بعمر الوردة ماتوا تحت إيديه، ماتوا تحت إيديه على أثر التعذيب. وقت اللي شفته قلت اجيت والله شابه، والله مالي طالع من الحارة، مالي طالع من الحارة لحتى أخذ تاري بإيدي. طلع شكك بمحله يا أبو حاتم، يا عيب الشوم علينا. ولك كيف بندس فينا واحد مثل هاد ونحن ما عنا خبر؟ والله كلامك طلع مظبوط يا ابو محمود. لا والندل مدعي انه مأمون ابن اخو الزعيم ابو صالح الله يرحمه. لا مو بس هيك، جوز مرت عمي بحجة انه هو ابن عمه، مشان هيك عم يشتري دكاكين وبيوت ومالكانات بالحارة. هتاري الشغل مو لله. ولسه يا شيخي لسه ما حكيت لكم شيء عن فعايله منو ارض الوقف وراه، شغلة البلدية كمان. آخر نوايا بدي أحرق بايكة المرحوم أبو شاب وقهوة عمي أبو حاتي. ليك الواطي ليك، والله لا خليه ترخل بالتركي، والله لا أشحطه لهون قدام منكم من زلعيمه وأذبحه مثل النعجة. والله هدي عقلي، هدي وطول بالك كرامي. لا الله لسه ما خلص كلامي منو، لسه عندي كلام بخص عمي أبو حاتي. مخص نص بخصني أنا؟ شو هو؟ تحت إيدي اللي قتل عريف نوري وأبو طاحون اللي عم يتهمك فيهن ابو جودات. يا لطيف، ومين هو؟ ابو شاكر، ابو شاكر زلمة الملازم نمر، هو اللي قتلهم بأبر منه. عرفتوا ليش قتلته لابو الورد؟ عرفتوا ليش قتلته؟ لانه زلمته لنمر وانا قلت بخلصه من العكازات اللي عم يتعكز عليها. ايه شو عليه؟ عبدو أمور عمي، خود صبحي ووشك على باب الحارة، بتبعتولي أب فارس على السريع وبتضلوا محله ما بتتحركوا ليرجع. لعيونك عمي، شرفه على السريع. شو في براسك يا أبو حاتم؟ في شغلة كبيرة كتير شيخي، اللي بلش فيه أبو دياب لازم نكمله كلياتنا. لك لك لسه رابطين الحبل بإيدين هالبطل؟ فكوا الحبل بإيديهن، الله محيي البطل اللي حملكم.